متابعي قناة الفاسباريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كاسا سيتي. هذه الحلقة غادي نعاودوا نرجعوا نناقشوا الموضوع تاع ضحايا الترياب تاع المحج الملكي بمدينة الدار البيضاء من شق آخر، وهو الشق تاع الأحزاب السياسية. هل تخلت الأحزاب السياسية في مدينة الدار البيضاء عن هذا المشكل تاع المحج الملكي والمشكل تاع الترياب اللي كاين في المحج الملكي؟ من أجل مناقشة هذه القضية نستضيف كل من سعيد السبيطي عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط عن حزب الحركة الشعبية، وأيضا سي جواد رسام عضو أو نائب رئيس مقاطعة سيدي بليوط مدينة الدار البيضاء عن حزب الاتحاد الشراكي. سي سعيد مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. سي جواد أهلا وسهلا. شكرا على الاستضافة في هذا البرنامج. سي سعيد، باستثناء بعض الأحزاب اللي قليلة اللي صدرت إما بيانات وجهت أسئلة كتابية، تلاحظوا أن الأحزاب السياسية الأخرى بحال اللي قدمت استقالة وكأن الأمر لا يعنيها، أشنو رأيك؟ شكرا أخ كريم. فيما يخص هذا الموضوع هذا اللي الآن برز وهو حديث الساعة، أنه يلاحظ أن لا الأحزاب ولا الفرق داخل مدينة الدار البيضاء ولا هذا حتى شي واحد ما عطي أهمية هذا، بحيث أن هذا الموضوع هو جد مهم وهو يهم واحد شريحة مهمة من الساكنة، تنظن أن هذه الأحزاب يجب أن تلعب دورها الأساسي، لأن خلينا المواطنين مع السلطة ولا يتدخل أحد. احنا بالنسبة لنا كأعضاء ديال مقاطعة سيدي بليوط وكممثلين ديال بعض الأحزاب، يعني الرئيسة هي الوحيدة التي تتصرف في الموضوع، وهذا شيء لن تحمد عقباه مؤخرا، وسنرى ذلك فيما بعد، أنه جميع المكونات ديال المجلس هي معنية بالأمر، يجب أن يناقش ذلك داخل المجلس، وكذلك الأحزاب هي الأخرى يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الموضوع. ثم حزب الحركة الشعبية، واش درتوا شي لقاءات مع الساكنة، تلاقيتوا مع السكان، أشنو؟ بكل صراحة نديروا لقاءات فردية كممثل ديال السكان، ماشي كحزب، لأن بغض النظر عن الأحزاب حنا عندنا لقاءات، لأن حنايا من الساكنة ديال مقاطعة سيدي بليوط، جميع الإخوان عندهم اتصالات مع المواطنين وتيجيو يشتكيو لينا، ولكن فين غنطرحوا هذا الموضوع؟ هذا يجب أن يطرح داخل المجلس. المجلس ما وضعش هذه النقطة في جدول أعماله، رغم أنه دار طلبات عدة حول الموضوع على أساس أنه يتناقش داخل المجلس. لحد الساعة ننتظر أن نناقش هذا الموضوع داخل مجلس مقاطعة سيدي بليوط. بعض المواطنين تجاود في المحج الملكي وأيضا في المدينة القادمة يقولوا بأن الأحزاب السياسية استغنت عليهم وما تبانوش، لما بانوش في الظرفية هذه للناس يعيشوا مشاكل اللي هي صار السكان، هذا راه ماشي شي حاجة أخرى، إمتى يبانوا هذه الأحزاب؟ هو غير باش نوضحوا الامور، ما كاينش غياب، او انا كنظن بان جميع المستشارين اللي كاين في سيدي بليوط هما كيهمهم الامر وحاطين يديهم في الامر. اللي ما كاينش شيء هو ان كاين جهات اللي كتحاول تخصيهم من الدور ديالهم الاستشاري، لان احنا متواجدين يوميا في الساحات، نزلوا سواء من بصفتنا كمستشارين او بصفتنا كساكنه مباشره، لان عندنا الان حنايا مستشارين ومعنيين بالامر ديال الهدم، وفعلا تهدموا لهم الديور ديالهم. راه اليوم تهدم المستشار السكن ديالو، كاينين مستشارين اخرين اللي تا هما في نفس الاعضاء في المجلس، اعضاء في المجلس، بدير ماشي اننا ما معنيناش الامر، هادشي عانينا الامر. اللي كينقص وهو اشراكنا، خاصه واحد المقاربه تشاركيه في الامر، خاص السلطات اللي هي اللي تعنيها الامر بالدرجه الاولى وهي اللي ميتريزي الامر، خاصها تشترك الممثلين الحقيقيين. والممثلين الحقيقيين شكون هما؟ هما الناس اللي صوتوا عليهم، ماشي مثلا كنشوفوا الان كاينه تمثيليات اخرى، ما غاديش نقولوا انهم ما عندهمش شرعيه، ولكن من الناحيه القانونيه ومن الناحيه الدستوريه ما كاينين شيء، وما يمكنش انا نقول لهم ما يكونوش، لان اي واحد بغى يعطي الله مرحبا به في هذا الجانب. هذا اللي عاوتاني باش نبخصوا الامور ونقولوا الاحزاب ما كاين شيء، كان احزاب خصوصا احزاب اليسار ثلاثه قاموا باسئله كتابيه في البرلمان. منين هاد الاحزاب؟ هما ديال المنطقه، عندنا الحزب المؤتمر الوطني الاتحادي دار سؤال ونزلوا وشافوا الامور الممثله ديالتهم سيغتو الممثله ديال اللائحه الوطنيه، اليسار الفدرات اليسار حتى هي نزلات، الاتحاد الشراكي نزلوا داروا اسئله، ورانا حنا وحنا في لي باج وضحنا الامور. هذا ما تعنيش ان الاحزاب الاخرى ما دارتش، لان كل واحد والمنظور ديالو. اللي خصنا نحاسبوه بالدرجه
الاولى هم البرلمانيين ديال المنطقه. عندنا اربع برلمانيين ديال المنطقه اللي مفروض عليهم انهم هما اللي ينزلوا على الجزائر لانه كيمثلوا الساكنه وصوتوا عليهم. كاينين فيه سبات عميق. عندنا واحد اللي كيعتبر نفسه بانه ممثل حقيقي والطبقات الشعبيه الان غايب ويلاه مضاربين في مجلس المدينه ومسائل اللي عندها علاقه بالمعارف. كاينين برلماني اخر تعني غير منطقه اونفا وكاين برلماني اخر ما عمرنا شفناه لان كاين واحد مشدود في السجن واللي راه حتى هو ما كاينش. يعني غياب البرلماني كما قال السي جواد هو اللي فسح المجال لظهور التنسيقيات. دابا التنسيقيات تتعود الاحزاب السياسيه، الناس في المستقبل خصهم يصوتوا على التنسيقيات ما يبقوش يصوتوا على الاحزاب. لا فعلا فعلا، لان هذا احنا كاعضاء تنشوفوه الممثلين الحقيقيين ديال هاد السكان شكون هما؟ هما اعضاء المجلس، هما اعضاء المجلس. عندنا حنايا 30 عضو ديال في المجلس، باو كما قال السي جواد واحد ما كاينش في السجن، كاين 29 هما يمثلون السكان. هادو هما اللي خصك تناقش معاهم الموضوع، هما اللي تناقش، بحيث انه تجي تنسيقيه. التنسيقيه من حقهم، من حقهم كصاحب مشكل يناقش المشكل ديالو، ولكن من يمثلوه داخل المجلس بطريقه شرعيه راه هو. ولكن انت قلت لي انتم كمجلس ما قدرتوش ديروا واحد الدوره استثنائيه ولا دوره عاديه من اجل مناقشه هذه الاشكاليه؟ يعني ما قدرناش. لمن يرجع الامر؟ لمن؟ احنا كاعضاء ديال المجلس تيعطينا الحق اننا نجتمعوا في الدورات ونناقشوا المواضيع. تيعطينا الحق ثلاثه د المرات في السنة في دورات عادية وأي وقت في دورات استثنائية اللي تنقوموا به حنايا كذا ملي تنكون واحد المشكل. وهما عدة مشاكل كاينين اش نديروا؟ تنديروا مراسلات السيدة الرئيسة على أنها واحد النقطة معينة مثلا درجها بجدول الأعمال ديال الدورة المقبلة أو دورة استثنائية. هذا الشيء كله درناه يعني استنفدنا جميع هذا، يعني ماشي نقطة واحدة ماشي جوج، عدة نقط. المجال لا يسمح باش نجبدوهم هذا وجبدناه في مناسبات أخرى، أنه تنطلبوا دورة نقطة تدرج في جدول أعمال الدورة. ما كاينش، بحيث أن الدورات العادية ما كدوش بطريقة عادية، ما كدوش وما كتنتهيش. هذا إشكال كبير هو اللي خلى هذا المشكل ما نناقشوش داخل هذا. يعني تينفرد به واحد هو اللي عنده المعلومه. حنا نتحدى شي واحد عنده شي معلومه حول ما يجري داخل مقاطعه سيدي بليوت. كاين الرئيسه، كاين مشكل الرئيسه مع النواب مع الاعضاء مع رؤساء اللجان. هاد المواضيع ما كتناقش يعني. شوف في المكتبه السي زواج تناقشوا هادشي حتى كنائب تاع الرئيسه. شوف حقيقه هذا موضوع ربما ما خصوش ماشي في المكان ديالو، لان الا غناقشوا مقاطعه سيدي بليوت كتعيش واحد الحاله من نهار تشكل المكتب. وفعلا كانت في جدول الاعمال من جداول في الدورات السابقه اننا درجنا هذه النقطه ديال الدور الى السقوط او المحج الملكي او وضعيه المدينه القديمه. كان فيها مشكل سواء النصاب ما تيكونش، سواء انه هذه الدوره هذه ما تتمشاي، سواء او ثاني ملي كيطرحها الطرف الثاني ما كتقبلش من طرف. دونك هذا مشكل اخر يمكن نناقشوا في الصراعات اللي ناقشناها قبلا. اما الان فهاد الظرفيه هادي يعني كتطلب منا جميعا وبدون حساسيات وبدون اختلاف بيناتنا اننا خصنا نتوحدوا ونجلسوا ونسميتوا. ما من مره ان راسلنا سيد العامل في لقاءات، لان سيد العامل فمن هذا المنبر تنقول بانه هو استقبل تنسيقيه اللي ما عندها الصفه القانونيه وما لم يرد استقبال المجلس اللي هو ممثل الساكنه وداز بانتخابات، والا ان هذه الانتخابات غير شرعيه ولا لا مكان لها، علاش غادي نخلصوا فيها ونخسر فيها الدوله فلوس وتعاب وكذا وهذا ونديروها. خاص الامور ترجع للنصاب ديالها، النصاب ديالها هو ان خاص يكونوا الفاعلين الحقيقيين ديال المنطقه يجتمعوا. دار واحد خليه ديال 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 الازمه، لان حنا دابا في وضعيه حتى واحد ما كتصروا، كاينين الناس تتهجروا بواحد الشكل اللي هو فظيع، كاين الناس ما عنديش فين يمشيو، لا يمكن تحدثوا على ان نريب لك دارك عاد نعطيك فاش تسكن، لا نوجد لك في تسكن عاد حيد من دارك. واخا بقاو في هذا الجانب هذا، انتم كحزب الاتحاد الشراكي في المنطقه شنو هو التصور ديالكم باش نخرجوا من هذه الازمه اللي كاينه؟ الشراكي واضح اولا يجب معالجه الامر بواحد الشكل انساني. هذا الان كنهضروا على حقوق الانسان. هذا انسان اللي كنتعاملوا معاه، ما كنتعاملوش مع اله وحيد 10 ديور رقم ارقام، ما خصهاش، خص كنتعاملوا مع انسان. فعلا
احنا مع المحج الملكي كل شيء مع المحج الملكي يعرف النور. كنقولوا بان هذا مشروع ملكي مزيان، ولكن هذا مشروع ملكي ما خصناش نخرجوه من السياق ديالو. بالفات انا كنقولوا مشروع ملكي وهذه رغبه ملكيه وحلم ملكي، خصنا نعطيوه القيمه ديالته، ما نشوهوش، لان نشوشوا على المشروع ونشوشوا على الملكيه بهذه الطريقه باش كيتعاملوا معاه. حنايا نجمعوا كاملين كمستشارين وكفاعلين وكبرلمانيين وك اعيان ديال المنطقه، لان كاين عندنا اعيان المنطقه اللي عندهم موقع ديالهم، ونجلسوا غنلقاو الحلول. اش تبان لنا الحلول؟ الحلول اولا المنطقه كنعرفوا الثمن ديالها كي ما يمكنش انا نجي حتى دابا ونقول لك 10 مليون وسير بحالاتك ولا نعطيك دار تسنى. هذا 10 مليون شباك كتحكم على ديك العائله انهم يشدوا لك الفلوس يمشيو كريو واحد العام، وغادي يصرفوا الفلوس وغادي يوقعوا في الشارع. حنا نشوفوا بان ديك المنطقه شحال ساويه، كنعرفوا الان جايه المارينا وديك المناطق كيفاش غتولي. اذا ديك المنطقه غتولي ساويه ثمن على الاقل واحد 3 مليون المتر كاري. الان كيجيو عند الملاك تعطيهم 1500 درهم المتر كاري، شنو المفارقه كيفاش كاينه. تعاملوا مع 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 مشكل ديال الدور ديال الصفيح وعطاهم بقع، وهادو الناس اللي ساكنين ديال يعني ولاد المنطقه بسنين يعني مؤمنين ديال تما، كتجي كتهزو في ظرف وتجي تقول له سير بحالاتك بلا مدرسه بلا والو بلا مقاربه. كتقول لنا بان كاين الاحصاء ديال اخر احصاء هو 2012 مزيان. هاد الناس اللي جايين مورا 2012 ولا اللي كانوا صغار وكبروا ولا اللي سكنوا من بعد، شكون اللي سكنوا؟ راه كاينه السلطه كتشوف هادشي كتعطي الشواهد السكنه، اذا عارفاهم بانهم ساكنين. كيفاش غيمكننا نتعاملوا معهم؟ نقول لهم سيروا بحالكم؟ لا ما كاينش حاجه سميتها سيروا بحالكم، كاينه شي حاجه غنلقاو لكم الحل. هذا واقع فرض راسو، بغينا نحلوا المشكل ديال المحج الملكي نحلوه برمته، وكاين كيفاش وكاين الفلوس موجوده، ولكن باش نعرفوا دابا نتوما كنهضروا معنا وخلينا المشكل الحقيقي شكون اللي داروا. كاينه لا صونه داك اللي هربوها الان وحيدوها وداروا لنا ديار المدينه ولا سميتو باش لا جيت نحاسبوا على صونه داك والاجرام اللي دارت. كنعرفوا بان الناس مشاو الحبس في صونه داك بمعنى انه كان مسائل غير قانونيه، فاذا به نجيو نخبيو صونه داك ونجيو نتعاملوا بحال ما كاين شي، نجيو نتحاسبوا مع الناس اللي خداو الديور وما عندهمش الحق. شكون اللي عطاهم هاد الديور؟ شكون اللي حصاهم واش دخلوهم؟ يعني ضروري تكون متابعه. سي صبيت انتم بحال فيما يخص هذا فيما يخص هذا الموضوع درتي الحلول. الحلول انا في اعتقادي انها كاينه، ولكن غتكون داخل المكاسب لو اجتمع. لا انتم كحزب الحركه الشعبيه شنو التصور؟ لا كاين تصور، كاين تصور هو انه هاد المقاربه اللي خصها تكون ما دارتش. كيف ذلك؟ انا الرؤيه ديالنا حنايا انه منذ اننا تنوقعوا واحد القرار اننا هاد الناس خصنا نهدموا لهم ولا هذا، في هذيك اللحظه تيبدا العمل، ماشي حتى دابا اللي تيبان ان السلطه ومن معها باغين يسرعوا بهذا، ولكن ما خصوش يسرع على حساب المواطن. يعني المعادله راه باينه، المعادله هاد السيد خصو كما قلتي هو تخصو يخوي، ولكن ماشي يخوي وسير وعاد تسنى نحلوا لك المشكل. نحلوا ليه المشكل الان، الا ما حليناش الان من هنا شهر، من هنا شهرين، يعني من هنا ست شهور، راه كاين واحد المده زمنيه اللي يمكن نحلوا فيها المشكل. حيت الا ما غادي نشردوا دابا شنو ولا التهجير ولا نهضروا على بزاف ديال المصطلحات ولا تندخلوها، علاش حنا على هادشي؟ واش هاد الناس ماشي مواطنين؟ ما عندهمش الحق في العيش الكريم؟ وخصوصا انه الان انه كاين حنا في السنه الدراسيه جاريه، السنه الدراسيه ان عائلات تنعرفوا عندهم اطفال تيقراو في المدرسه، كيفاش عوض يفكر في وليداته باش يقراو هذا؟ تيفكر في السكن فيه غيسكنهم وعاد غيشوف فينا. راه كاين مشاكل جمه. انا من هذا المنبر ديالكم تندعو لان باش ما يقولش شي واحد راه هو ضد هذا المشروع، الكل اقتنع، لا مواطنين لا اعضاء، الجميع بان المشروع خصو يتنجز، ولكن ما يتنجزش على حساب الساكنه، يتنجز بطرق منطقيه معقوله. اش هي هذا المعقول؟ هو انه كل من له حق السكن وعبرنا عليها في مناسبات قبل، هو سكن بسكن صافي باش نرجعوا الطمانينه للمواطن. الان المواطن ما يعني فقد الثقه لا في المنتخبين لا في الجميع، ما بقاش عنده الثقه. كيف يعقل احنا غنديروا احصاء؟ كاين الاحصاء ديال 89، كاين الاحصاء ديال 2012، احنا بناخذوا اي احصاء. احنا دابا الان احنا في 2024 ياك، هاي 2025 على الابواب، يعني من 2012 اللي درنا الاحصاء ديال 2012 ل 2024 13 عام، راه 13 عام
راه 13 عام راه تيموت فيها اللي يموت وتيحيا فيها اللي يحيا. اذا انا في نظري من هذا المنبر اننا نعاودوا هذا نعاودوا نناقشوا المشكل داخل المجلس لان طلبناها ومن هذا المنبر تنطلب انها تكون واحد الدوره المجلس دابا حاليا لا قرار المجلس انا سنقول القرار ماشي ديال المجلس المجلس هو مع الساكنه يمثل الساكنه تيقترح الحلول الحل راه عند ناس اخرين راه كاينه لا سوناداك كاينه ادماج السكن كاينه السلطه بحد ذاتها هادو هما اللي عندهم حل هما اللي غادي يعطيو حنا تنوريو الناس هاد الناس اللي كاينين اللي خصنا نتعاملوا معاهم هذا هو الدور ديالنا حنايا اننا نمثل الساكنه ما نخليوش هذيك الساكنه امام شبح انه الان 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 شحال من تقريبا من دار بتحل في المحشمة شوف باش نوضح لك شي امور باش نرجع لك الجواب لهذا اولا شحال من دار تريبت حنا ما عارفينش ما عندناش المعلومه وما عارفينهاش لاننا في الوقيته اللي خصنا نجلسوا مع الناس المعنيين ويعطيونا شحال تريب وشحال قارات وشحال ديال الدور كاينه ما تمش شي جلسه اللي هي قانونيه اللي غادي يسميتو وحنا من هذا المنبر كما قال الاخ سعيد تنطالبوا بعقد دوره استثنائيه عاجله في هذا الموضوع هذا اللي تاع الدوره كاين مساله كاين واحد المساله اخرى غير باش نكونوا عارفين اشنو هو الدور ديال الجماعه في هذا الجانب هذا لان كاين مغالطات كبيره اللي تتعطى للساكنه غير باش يأجوهم على المستشارين اولا الدور ديالنا اللي خصو يكون في الترافع حنا ممثلين الساكنه صافي ديال خصو المكان ديالنا خصو يكون في جنب ديالهم ونترافعوا ونلقاو الحلول بما اننا حنا مستشارين فبما اننا قراب نوصلوا الرسائل وقراب من مصادر القرار ونجلسوا معاهم هذا هو الدور الوحيد والدور الثاني اللي كنقوموا به اللي بقوه القانون وهو القرارات اللي كتعطى القرارات كتجاو كنقولناها شحال مره في لقاءات ان القرارات ديال الهدم ولا قرارات الاصلاح ولا قرارات داكشي اللي كيتسيناهم المقاطعه في الشخص الرئيسي اللي واخد التفويض منه من عند العمده هاد القرارات هادو كيجيو بناء على واحد اللجنه عامليه يترأسها العامل اللي كيجيو كيشوفوا هاد المسائل كيفاش داروا هذا ومن اللي توصلوا للخلاصات هذيك الخلاصات تتعطى للرئيسه كدير على هذا القرار وبزمنها خصها دير هذا القرار ماشي انا عكس الناس اللي تيقول لك ما خصهاش دير هذا القرار لا خصها تسين هذا القرار والا انها خصها تشد ديك التفويض وترجعوا لمجلس المدينه هو اللي يحل المشكل هذا هو هنا مسؤوليتنا فين كتبدا وفين كتسالي صافي ديال لك كنا غنكونوا في المكان ديالنا الحقيقي هو اننا مع الساكنه ندافعوا عليهم بكل من شفتي مجلس المدينه تيبان بان المشكل ما لا تيعنيش اصلا مجلس المدينه مجلس المدينه غايب مجلس المدينه مضارب مع راسو مجلس المدينه كنشوفهم الان يلاه مضاربين مع بعضياتهم كيسميو راسهم ديك التحالف اللي كيسير الدار البيضاء واللي كيسير المغرب الا شفنا اخر دوره تنشوفوا بانهم هما مع ضد هما ما بقاش كيعنيهم مسائل جميع المسائل الكبرى ولا البرامج الكبرى راه ولا كيشرف عليها الوالي لانهما خلاو مسؤوليتهم وخلاو الوالي تيقوم بمهام حتى هو اللي ماشي مهام ديالو واللي خصو يقوم بها هو راه كيقوم بها تسمات انت كنت عضو مجلس المدينه لسنوات طويله يعني كانت تكون شي قضيه في الدار البيضاء كان ضروري انخرط مجلس المدينه حاليا مثلا لاحظوش كاين الانخراط على مجلس المدينه واش مبرر ان تفويض عاد كنزه الشريبي رئيسه المقاطعه صافي يتراجع مجلس المدينه الى الوراء كما قال سي جواد مجلس المدينه ولا عنده قضايا اخرى ولا عنده قضايا اخرى اللي فيها الرواج بالنسبه للبعض بلا ما ندخلوا في التفاصيل انه هذيك القضايا عنده اهم ان نبيعوا الاملاك ديال الجماعه وندخلوا المداخيل الى اخره هذا المشكل هذا اللي احنا عايشينه في تراب مقاطعه سيدي بليوت ما عطينوش اهميه نورمالمون كاين ميزانيه خاصها تدخل مجلس المدينه عندنا هذا المشكل هذه الاشكاليه ديال الناس تعويضات كما قال اخوان انه كاين الناس اللي من بعد 2012 غنديروا معاهم كاين هذه الاشكاليه وصرحت بها الرئيسه انه كاين مشكل هاد الناس اللي ساكنوا ما عندهمش حق فروع وكذا ولكن واش غنخليهم بحال هكا على من حسوبين خاصنا نتعاملوا معاهم راه واقع كاين لابد منه ساكنين في هذوك المنازل اذا خاصنا نعوضهم خاص المدينه بالامكانيات ديالها تدخل على هذا ونخصوا لهم حتى هما شي حاجه شي مبلغ جزافي شي حاجه على اساس انهم باش يحلوا المشكل رجع لواحد القضيه اللي قلتو هو ديال الاحصاء وانا كنتاسف من هذا المنبر ديالكم اننا ما يكونش عندنا احصاء راه حنا نتعاملوا مع البشر خاص اولا يكون عندنا حنا كاعضاء والرئيسه الرئيسه ما عندهاش عدد المنازل المعنيه هاد
خاص يكون حنا عدد ما عندهاش راه تذوب لا راه حيت كانت واحد التصريح بين 4000 و6000 هذا ماشي احصاء خاصك مضبوط عندنا هذا سكان اولا عدد المساكين اللي مهدده اما بالهدم اما بالنزع الملكيه الى اخره ثم كذلك الاسر كل منزل درنا فيه قرار خاص يكون عندنا شحال فيه من اسره شحال فيه وحتى دوك الفروع اللي غادي يمكن نعتبروهم هذا يكون عندنا احنا تنسال من هنا من هذا المنبر ديالكم واش عندنا هذا خاص يكون عندنا لان المقاطعه او الجامعه معنيه بهذا لان منها تيصدر القرار ملي كنصدر القرار مثلا ندير نمشي مثلا ندير معاينه ديال داك السكن تندير معاينه من ناحيه البناء واش ما عندناش لجان داخل المقاطعه عندنا لجان عندنا لجنه التعمير وعندنا لجنه الشؤون الاجتماعيه واش هاد اللجان ما يمكنش لهم يشتغلوا نديروا واحد لجنه اولا نديروا لجنه موضوعاتيه لجنه مؤقته لهذا المشكل ديال المنازل الاصغر ندير واحد لجنه فيها واحد بعض الاعضاء اللي عارفين المشكل هذا وفيها موظفين وفيها تقنيين وتمشي تعاين ملي تنديروا معاينه ان هذا المنزل آيل للسقوط او انه فيه نزع ملكيه نكون عندنا واحد ورقه معها مصاحبه انه عدد اسر عدد الافراد عدد هذا يكون عندنا واحد البطاقه تقنيه حول هذا انا تنسال علاش ما تكونش عندنا العدد خاصو يكون مضبوط نزقلوه بواحد بجوج ثلاثه ولكن ما نزقلوش ب 100 100 اسره ماشي سهله شي السبيطه احنا في هذا الجانب هذا انا لا اعتقد بان الاحصاء أو احصاء الناس ما كاينش ولكن السلطه ضابطه الامور ديالها وعارفه واكبر دليل هو النهار في الكوفيد نهار بغاو يعطيو تعويضات الناس في ظرف سيمانه صيفطوا لهم في لي كود ديال التليفونات ديالهم سيستيري من الكيجي صافي ديال الضبط ديال الناس كاين ممارسات اللي ما نقولوش السلطه بعض افراد السلطه اللي داروا في واحد فتره من الفترات اللي ديفياو هادشي وداروا واحد السلوكات اللي خصهم يتحاسبوا الا بغينا نجيو نحاسبهم راه الدوله عارفه كيفاش تحاسبهم لانهم اسماء كتدور في المدينه وكنعرفوا شكون هو هذا اش كيدير ولا بغيتي السكن كذا الجميع ماشي غير اي واحد في السكن في المعهد الملكي غيقول لك اشنو طاري في هذه المساله هذه وتتم المتابعه ديالته والحساب ديالته اما شحال ديال العدد فالمعنيين بالامر عارفينهم الا بغاو يحلوا المشكل مقدور عليه ويتحل مقدور عليه ويتحل ما عليهم الا ان تكون واحد المقاربه تشاركوا الان في الحقيقه بان لي الامر شويه كبر لا على العامل ولا على الان خاص دخل وزير الداخليه وزاره الاسكان باش يحلوا هذا المشكل ولما لا رئيس حكومه لان المساله كنهضروا على مركز المغرب اللي كنقولوا الدار البيضاء هي مركز سميتو فالمدينه القديمه هي مركز هذا مركز المغرب اللي تينزل لي عندنا مرسى كيجيبوا ليها السواع تيخرجوا اوتوماتيكمون للمعهد الملكي السواع البطوات كينزلوا اذا خصهم يتحملوا مسؤوليتهم ولما لا انهم يقلبوا على لوحه المفارقه كاين اللي رجعنا للقضيه تاع الدول الاليه للسقوط كانت تعويض كان اللي عطاو 20 مليون شي عطاو 10 مليون علاش هاد كل مسؤول ملي كيجي تيدير الفلسفه ديالته ما كاينش عندهم واحد رؤيه هنا كاينه غياب رؤيه كنقول كاينه غياب رؤيه كاين الطرقع اللي جا كيلقاها فعلا مؤخرا كاين المستشارين حيت كنقولوا حتى الدور السياسي راه تيقوم وكاين النقاط اللي تتحسب لهم خداو واحد 3 ديال المليار من مجلس العماله خصوها لهاد الناس هادو وقالوا لنا بانهم غادي يعاونوهم في الكرة فاذا به فين ديك المبلغ مشى لاش عاوتاني فين تبيتو لان هنايا حتى السلطه بعض المرات كتولي دير اللي بغات وما خاصش شي واحد ما بقاش المستشارين ولا الناس اللي سميتو يتبعوا المبلغ ديالهم فين كاين كاين واحد 3 مليار من مجلس العماله دارت لهاد الناس هادو يتعاونوا فيهم يا اما الكرة يا اما تساعدوهم مثلا كيفاش باش يبداو الدور اما 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 باش يجيو يمسحوا في كل شيء في المنتخب ما كاينش وحنا كاينين اسيدي ومتواجدين ولا عيطوا علينا تنحضروا وبلا ما تيعيطوا لنا تنزلوا للشارع وتنكونوا كاينين الا اللي بغى يغيبنا والا اللي بغى يخرجنا من الادوار ديالنا الحقيقيه لان حنا ما يمكنناش نجيو ونديروا واحد الادوار ديال شي جهه معينه كل جهه خصها تحمل مسؤوليتها الاختصاصات ديالها سؤال اخر سي سبيطي واش في رايك انت يعني بغض النظر على المشاكل اللي هضرنا عليها واش المشروع المحج المكي يخرج قريبا للوجود في اعتقادي انه هذا المشروع هو يهم الدار البيضاء برمتها ويهم المملكه المغربيه واش يخرج قريبا ما غيصعبش عليها باش تخرجوا الا كانت إرادة وكاين الإرادة أنه غادي يخرج ولكن ماشي بهذه الطريقة نجي وليب نجلسوا الأرض نخطوا لأن هادشي ما تيبغيش نجي ونتعسف على الناس نجلسوا الأرض
ونمشيو. وانا تنشوف واحد الفكره انه هذه الطريقه ديال الهدم بطريقه عشوائيه. حنا تنديروا الاحصاء وفي الاحصاء تنديروا جزيرات. مثلا نديروا الاحصاء العام ديال السكن تمشيو بواحد الطريقه، علاش ما خداوهاش؟ الناس ناخذوا جزيره، جزيره هي اللي تنديروا الاحصاء ديالها. علاش في هذه المساله ديال المحج الملكي ما نمشيوش بجزيرات، ناخذوا جزيره ونحلوا المشاكل ديالها كلها ديال الساكنه نحلوها ديك الساعه غادي نهدموها بكل اريحيه وندوزوا الاخرى. ما فهمتش إذا هذا قلتي المشكل، المشكل يمكن ان يحل. انا تنظن من هنا شهر 6 ممكن نحلوه. اولا خاص امكانيات، ثانيا المقاربه الاجتماعيه، المقاربه الحقيقيه اللي خصها تكون في الواقع، انه ماذا لدينا في الواقع نمشيو به، انه من يستفيد ومن لا يستفيد. اذا كان يجب ان يستفيد ماشي تا نهدمو عادي يستافد الاول. كيف يعقل حيت ما هضرناش عليها هو ديال اصحاب الاملاك ديالو، كيف يعقل ان واحد مواطن عنده الملك ديالو، الملك ديالو بشهاده الملكيه، وتنجي تنقول له خرج وراه غنحلوا لك المشكل؟ تنظن ما خصهاش، هذه راه سهله. هذاك الثمن بغض النظر ما نهضرش على الثمن، واش حد 1500 واش 2000 واش تيستحق هذا، غنتفقوا معاه ونعطيه ويمشي يمشي راضي على هذا. هو لان ما كاينش شي واحد، لاحظت انايا في المناقشه ديالنا مع الناس ما كاينش واحد تيقول لك لا انا بغيت نبقى هنا داري خصني نبقى فيها، حتى واحد ما تيقول هذه القضيه. كلشي عنده استعداد، ولكن يكون تعويض ما باغي والو، ما باغيش يربح من العمليه، باغي ها السكن ديالو. لماذا الدوله او السلطه او من يعنيه الامر اننا ما نمشيوش هذه المقارنه، ان كل واحد نرضيه نرضيه وغادي نمشيو وغادي نحلوا المشكل وكلشي غادي يكون متفق وغادي يمشي بسلاسه. هذا المشكل غادي تحل، تنظن انا اعتقادي انه الا جلسنا الطاوله في شهر 6 كلشي غادي يكون يعني تعود على خير، وغادي المحج الملكي غادي يشوف النور ديالو ان شاء الله في مستقبل 2025 ان شاء الله. ولكن قبل هذا خاص تكون الجراه عند المعنيين بالامر يقولوا لنا شحال ديال الشقق متوفرة كاينة، حيت حنا الآن كنسمعوا اللي كاينة هي 130 دار. كنهضروا على واحد 6000 دار، مع العلم أن حنا ما كنهضروش على الديور، كنهضروا على الأسر اللي العدد ديالهم غيكون كبير، وكيقولوا لنا بأن هناك في أفق واحد 60 ولا 69,000 شقة في أفق. واش حنا نخدموا في أفق؟ حنا كنعرفوا الدار إلا الله كتبنا وخاصة واحد المدة وخاصة باش تخرج لها بيرمي دابيتي وخاصة مجموعة من الإصلاحات باش تولي قابلة والمرافق ديالها. الآن اللي كيقولوا كاين عندنا 130 دار اللي موجودة، هذه 130 دار كي غنديروا لها؟ وحنا كنريبوا، واش غنريبوا لهاد 130؟ إلا عندنا 130 نريبوا ل 130، عندنا 1000 نريبوا ل 1000. ما عندنا شيء نجلسوا نقلبوا على الحلول، تكون عندنا جرأة يقولوا لنا اشنو طالب، حتى حنايا الا بغينا نعاونوهم ونعاونوا الناس ولقوا الحلول لقوا الحلول. وتا مسألة 10 مليون خاصها تعد فيها النظر، لأن حنا تنعرفوا السكينة المدينة وتنعرفوا ناس راه ما عندهاش هذه القدرة، وناس كبار واللي خرجتيه للبنكة، البنكة ما كتعطيش، تيوليو تيقولوا له شوف اللي عندك ولدك صغير، أنت دخلتي الولد ديالو تا هو الكريدي من صغر يعوض ما تكون عنده واحد الناس دابا غارقة في الكريديات، الناس غارقة في الكريديات، ودخل الدري اللي ما عنده لا خدمة لا والو ولا كيقرا ولا شي حاجة ودخل له بشهادة إدارية وتعطيه كريدي وبقى من البداية ديالته عوض ما يقلب على يبني حياته يبقى مضاربة على الكريديات. في نفس السياق، لأن حنا كأعضاء ديال مقاطعة سيدي بليوت سمعنا أنه دارت واحد الاتفاقية، واحد الاتفاقية مع منعشين عقاريين أنه على أساس أننا نوجدوا واحد 62,000 شقة، يعني غتوجد ربما دار اتفاقية في الشهر اللي فات، يعني تقريبا من هنا واحد 6 شهور غتكون موجودة. إذا خصنا نعملوا على أساس هاد 62,000 شقة، هي ماشي مخصصه السكان ديال المحج الملكي ولا ديال مخصصه مدينه الدار البيضاء. اذا خاص يكون عندنا هذا المخطط اسبقيه للمدينه القديمه، غنشوفوا شحال، واش 4000 واش 6000 واش 8000 عائله، وكل واحد يكون عندنا ديستيناسيون. تنديروا حنا في الرياضيات اون بيجيكسيون، غادي ناخذوا شقه فلان شقه فلان، وغادي في الاخير غادي نلقاو لا بيجيكسيون، كل واحد استفد بالشقه ديالو او سيستفيد بالشقه ديالو في نهايه المشروع. سعيد شكرا جزيلا على قبول الدعوه. انا اللي بدوري تنشكركم اللي من هذا البرنامج ديالكم تنحاولوا ننوروا الراي العام حول قضايا مهمه تهم
الساكنه وتهم بالخصوص مقاطعه سيدي بليوت. سي جواد شكرا جزيلا. شكرا على هذا البرنامج وشكرا، وكنتمنى ان يكونوا برامج اخرى لان باش نناقشوا مواضيع اخرى، لان هذا الموضوع جد متشعب وعنده مجموعه من الزوايا يمكننا نناقشوا فيها ونعالجوا فيها هذا الموضوع هذا. شكرا، شكرا متابعي قناه انفاس بريس، والى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كاسا سيتي.